بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل. حديثنا الليلة جولة سريعة على فقرة من فقرات دعاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هنيئا لمن حول ليلة الجمعة إلى محطة من محطات الأنس والاستغفار، أو قل الاستغفار والأنس. الإنسان قبل أن يأنس بالله عز وجل عليه أن يصفي الحسابات، إن استغفر وغفر له هذه أرضية للأنس بالله عز وجل الذي ليس فوقه أنس في هذا الوجود. بعد هذه المقدمة القصيرة، إمامنا صلوات الله وسلامه عليه يقسم على الله عز وجل بأمرين، كنوا معي طالما قرأنا دعاء أمير المؤمنين ولم نتوقف عند هذه الكلمة. فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، انتهى بلي إلى آخره. ما هو المراد من هذه العبارة؟ أولا، أسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها. الله العالم كلمات أمير المؤمنين عليه السلام لا يعرفها إلا أولاده الكرام، ولكن نتلمس تلمسا. إمامنا كأنه يريد أن يقول: أيها العاصي، أيها المذنب، لماذا أنت يائس من رحمة الله عز وجل؟ الآن الشرك له حكم آخر، يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. لو كنت مشركا لما قرأت دعاء كميل، أنت مؤمن موحد. إذن لماذا أنت متردد في الرحمة الإلهية؟ أليست القدرة بيده؟ أسألك بالقدرة التي قدرتها. رب العالمين بيده القدرة والمقدرات، القدرة وبالقضية التي حتمتها وحكمتها. المراد هنا بالقضية والله العالم قضاؤه وقدره. إذن قدرته وقدره يحكمان بأي شيء؟ بأن الله عز وجل لا يقف أمام عفوه شيء. من الذي يمكنه أن يمنع هذه الرحمة الغامرة؟ الآن ماذا نريد من الله عز وجل؟ أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة، أولا في ليلة الجمعة الرحمة غامرة، هذه بلا شك. هناك يقال ساعة من ليلة الجمعة لا ترد فيها دعوة، وهناك ساعة من النهار كذلك. هذه الساعة من الليل متى؟ البعض يحتمل أنها ساعة السحر. إذن المؤمن قبل الفجر من ليلة الجمعة أينما كان، ولو على فراش المستشفى ولو في السجن، في هذه الساعة يحاول أن يكون مستيقظا ولو لدقائق. إذن هذه ساعة مباركة. الساعة الثانية، هذه الساعة بيدك أنت، ساعة الاستجابة المكتوبة بيد الله عز وجل. ولكن هناك أيضا ساعة، هذه الساعة الدعوة فيها مستجابة،
وأنت الذي تخلق هذه الساعة. أي ساعة أنت هب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة، يعني في ساعة قراءة دعاء أمير المؤمنين. إذن هذه الألفاظ ألفاظ من؟ ألفاظ السيد الوصيين. رب العالمين قد لا يراك مستحقا، لا يراك خاشعا، ولكن كرامة لمن؟ لصاحب الدعاء. رب العالمين يلتفت إليك في تلك الساعة. إذن ساعة الدعاء ساعة مغتنمة، سل الله عز وجل أن يهب لك كل جرم أجرمته، لا ذنوب هذه الليلة، لا ذنوب يوم الخميس، لا ذنوب الأسبوع الذي مضى، لا ذنوب الشهر الذي مضى، لا ذنوب السنة التي مضت، كل جرم أجرمته. ما المانع؟ في ضربة واحدة، في صفقة واحدة، في دعوة واحدة تنهي دعاءكمين وقد خرجت من الذنوب كيوم ولدتك أمك. ولهذا إخواني، إن قدرت لك زيارة إلى أمير المؤمنين ليلة الجمعة عند الضريح الشريف، اقرأ هذا الدعاء بتوجه، احتمل أنك في تلك الليلة لشرف الزمان والمكان، وخاصة إذا جرت عبرتك اطمئن بالإجابة. وكذا عند ولده سيد الشهداء تحت قبة الحسين ليلة الجمعة، وتلهج بدعائكمين. إذا وصلت لهذه الفقرة كررها قليلا، كل جرم أجرمته، وكل ذنب أذنبته، وكل قبيح أسررته، يا رب لا أريد منك غفران الذنوب الخارجية، حتى الخواطر السيئة، الخيالات الباطلة الشهوية امسحها عني، لأن هذه الخيالات بمثابة الدخان لا يحرق ولكن يسود الباطن. إذن من يقرأ دعاء كميل بتوجه لا فقط تغفر له الذنوب، يصفى باطنه. هذا الإنسان عندما يصلي يركز في صلاته بعد ذلك. لما؟ لأن الباطن تصفى وتنقى. كلمة أخيرة، وهذه الكلمة إخواني أخواتي مهمة. يقول: أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي. هذا معلوم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن الذنوب التي سجلتها الملائكة هذه ذنوب معلومة، ولكن أمير المؤمنين يقول كلمة ملفتة، يقول: وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته. ما هذه الذنوب التي خفيت على الملائكة؟ هذا الملك يعني نام وقت السيئة، هذا الملك نشف قلمه مثلا عند كتابة السيئة، لا ندري. إجمالا رب العالمين إكراما لبعض المؤمنين، بعض كبار المؤمنين يزل زلة في ليلة، يغفل غفلة. رب العالمين لشدة حبه لهذا العبد يلقي عليه غطاء حتى الملك لا يراه ولا يكتب سيئته. كم هذا اللطف العظيم
ببعض عباد الله الصالحين، والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته. هنيئا لمن ستر الله سيئاته كلها. إلهي بحق أمير المؤمنين وبحق خلوات أمير المؤمنين ودموعه في جوف الليل البهيم، اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذه الساعة إلا غفرته، أبلغ سلامنا وسلام كل من يسمع حديثنا هذا إلى إمام زماننا، واردد إلينا منهم السلام، والفاتحة مع الصلوات.